انا عايز اسال حضرتك حاجه بقى. يعني دلوقتي لما نتكلم ان الاخطاء التحكيميه قد تصل اللي هو المقبول بنسبه 10%، ماشي، لما توصل لنسب اللي احنا شفناها تقريبا قد تصل ل 35% اخطاء تحكيميه، المفروض ان ده يتصرف ازاي دلوقتي النادي المضرور؟ انا مش هتكلم عن النادي الاهلي خالص، النادي المضرور يتصرف ازاي غير ان احنا طلعنا بيان وطلبنا قبل كده بحكام اجانب وتقال لك لا تمام وهنعمل وهنسوي ولم يتم شيء على الارض، المفروض نعمل ايه؟ لا واقفة، دي لازم تكون واقفة جامدة وشديدة، يعني لأن الناس مش هتسكت، مفيش حد هيقبل بهذا الوضع. يعني هي إيه يعني؟ أنا مش فاهم. لا لازم وزارة الشباب والرياضة تتدخل، يعاد تكرارها مرة أخرى لا في لا يعني لا بطولات لازم أخرى. لا لازم كل من هو مسؤول في الدولة عن النشاط الرياضي يتدخل. ده شكل استفزازي بحت كافر ويسيء لشكل الكورة المصرية. يعني إيه اللي أنتوا فيه ده؟ يعني هو كده احنا كده بقى هذا الشكل هو اللي هيتعامل؟ اقسم لك بالله لو مش مع الاهلي بس، ايوه مع اي حد. ادوا الناس حقوقها يا اخي، انا مش فاهم. ده انت المفروض الحكم ده اللي هو القاضي بتاع المباراه، بعدين تكرار الحكام اللي قاعده بتساعده دي كلها حكام كمان، المعدل ربنا عالي. المعدل عالي قوي، بعدين يسيء للكره المصريه ويسيء للجنه التحكيم وللحكام المصريين ويعرقل مشاركاتهم في اي مواجهات خارج حدود مصر بعد كده. يعني دي انعكاسات وحشه كتير. معاك حق، الناس اللي بتطلع تقول الاهلي كان وحش، اللعيبه وحشه، مش عارف ايه. انا هقول لك حاجه، في الملعب انت وانت بتلعب وانت كسبان 1-0 غير لما انت بتلعب بتدور على انك تجيب هدف، بتدور انك انت يجيب سبقه الحضور جوه المباراه. طول ما انت هو الاهلي ما بيحاولش كل شويه؟ الاهلي ما بيروحش مع جمال؟ بيروح بكل شويه. انما طول ما انت بتعمل فيا كده، طول ما انت كمان بتستنفذ قوتي النفسيه والعصبيه. أيوة جوه الملعب طبعا عامل كبير. انا الحكايه الناس فاهمه ايه؟ اهي كوره وراحت مثلا، لا مش كده، لا ما راحتش ومش في المرحله اللي جول. احنا فيها هبقى انا كسبان 1-0 هجيب الثاني خلاص، المنافس بيلعب معايا في نفس الوقت، الاهلي جاب جولين، الاهلي جاب جول، ممكن اعصابه تبوظ، ممكن ما بقاش بيلعب بارتياحيه. يعني انا دي حاسس فيها زمان سنه 78 فجأة قبل الدوري ما يخلص كده راح مطلع لنا قرار مش بالأهداف ولا بالمقابلات ولا بأي حاجة، قال لك بفرق قبل الماتش. كانت أيامها كان في قرار قانون كده راح مغيرينه إن الدوري لو وقف البتاع يتعمل مباراة فصل، كويس؟ راح قال لك لا بالأهداف، طلع القرار ده طلعه. طب واحنا شغالين كده بسبلاي؟ احنا شغالين قبلها بأربع خمس ماتشات قبل ما تخلص. ابتدت الاهداف كانت قريبه من بعض، خدت بالك؟ ما اعرفش ايه بقت، كانت في صالح نادي الزمالك اعتقد الاهداف. لعبنا الماتش ده، وصلنا لاخر ماتش لعبنا في نفس الوقت نفس الماتش ده بتاع امبارح، كنا كسبين 4 احنا والزمالك بيلعب اسماعيلي. ها اوكي، الاهلي جاب جون في مصر، تك الزمالك جول، الاهلي جاب جون في مصر ودي تك الزمالك جول، كل ما هنجيب جول ده غير الاجوان اللي اتلغت لنا برضه بنفس الشكل سنه 78. احنا الحكايه دي عدت علينا لان احنا كنا على طول بناخد الدوري، على طول موجودين، واحنا اول يعني بعد نادي اسماعيلي خدنا بطوله افريقيا، واحنا فتحنا الباب وابتدينا ناخد الكاس، ويعني سنه 82 خدنا الكاس وخدنا الدوري وخدنا كاس افريقيا برضه، واتلغى الكاس بسبب ما معرفش كنا هنلعب الزمالك برضه، اتلغى سنتها يوما. ف احنا شفنا حاجات دي قبل كده كتير. على طول يقول لك اتحاد الكوره والصحافه والتحكيم ومش عارف ايه الاهلي، فين الكلام ده؟ طالع لنا بس كام واحد يفضل يقول لنا ايه ده؟ مين دول؟ انا مش فاهم يعني. طيب كابتن شريف وبعدين الناس واخدينا زي ما انت عملتي كده ضحكتي بيقعدوا يتفرجوا عليهم يضحكوا، ما دي حاجه تضحك بجد يعني. هي حاجه من كتر ما تضحك، كل واحد رافع نفسه ان هو المحامي العام بتاع النادي. دي حقيقه يا جماعه، مش عارفين تبقوا زينا.